ايرون كاس هيرات سلام خيخت بندوق تام دونتشومام ايرون كاس هيرات سلام خيخت بندوق تام دونتشومام عزيز حالبالهن دخور دردوم دونتشومام اخ كودسكيت انوش لزبيت قرو دلن مايريك جان يبدو نتكام متكي شراب كزي قرقم هامبورتام اخ كود اسكيت انوش لزبيت قرار دلن اخ ما يريك جان. عزيزتي ليندا، هذه اللقطات الأرشيفية التي تشاهدينها هي ما وصلني من الأخ شان سوريان، أحد أبناء قرية هورسك الأرمنية، إبان عودتهم الأولى للقرية قبل عام مضى من الآن. تظهر معاناة العائدين وقوة إيمانهم بالأمل وصبرهم وقوة جلدهم. عزيزتي ليندا، قررت التوجه إلى هورسك بعد مشاهدتي للقطات التي أرسلها لي الأخ شان. تقع قرية هورسك بين زاخو ودهوك بنحو 10 كيلومترات في منطقة سهلية مفتوحة بالقرب من نهر دجلة، وتتكون من 115 بيتا جديدا، وفيها مدرسة أنشئت عام 1930. وصلنا إلى قرية هورسك في ذلك النهار المشمس الدافئ، وكان منظر هورسك من قريب يسر الناظر. ليندا، تأتي تسمية هورسك من كلمة أرمنية تتكون من مقطعين هما هايفريش، وتعني بالأرمنية انتصار الأرمن، ويسميها الأكراد هنا هورسك. اسم القرية هايفريش، لغة أرمنية طبعا، فبالعربي معنى هايفريش يعني انتصار الأرمن. يعني تسمية أرمنية سميت بهايفريش، يعني قرية أبطال الأرمن. بعد مرور يعني وقت أو زمان سكن في القرية، يعني صار هافريز سميت، يعني واللفظ ما كانت تنلفظ بالكردي الف، فانلفظت هاوريسكي فسميت هاوريسك، فهي جاية عن الأرمن هايفريش. عزيزتي، تجولت في أنحاء هورسك مع الأخ شانت سوريان، وكان كما بدا لي ملما جدا بقصة القرية من البداية وحتى الآن.
ليندا، بعد الحرب الكونية الأولى هاجرت قوافل عديدة من الأرمن من تركيا بسبب الاضطهاد والبطش، ولجأت إلى العراق وسوريا، ولم يصل منهم إلا القليل بسبب مصائب الطريق وحط بهم الترحال في البصرة بعد أن قضوا عدة أشهر في مخيمات في بعقوبة. خيرهم الإنجليز آنذاك بنقلهم في بواخر إلى أرمينيا وجورجيا أو البقاء في العراق، وقد فضل البقاء 3500 منهم، وأغلبهم من المزارعين تحت أمرة واحد من كبار وجهائهم ليفون باشا شاغويان، الذي حصل على أرض هورسك هبة من الملك فيصل آنذاك إثر لقاء بين الاثنين. أصل أهل القرية مهاجرين من تركيا سنة 1915 إلى 18. فسنة 1918 راحوا من بعقوبة، من إيران إجوي راحوا البعقوبة، بعدين من بعقوبة إلى بصرة، بقوا فترة قصيرة هناك، معيشة ملكوا هناك، لأنه الأرمن المهاجرين كلهم مزارعين، فشافوا ماكو قاع هناك يزرعون. هذا ليفون باشا إجا للملك فيصل الله يرحمه، ملك فيصل الأول، طلب أراضي من عنده، فجابوه هنا، قال له اختار هالمنطقة هاي وين تريد، اختار انت وخذ قاع للقرية، بناء القرية وقيعان زراعية، أراضي زراعية يعني. من بعد المذبحة الأرمينية اللي صارت من قبل العثمانيين الأتراك سنة 1915 إلى سنة 1918، الأرمن نزحوا للعراق، شمال العراق، إلى إيران، يعني إلى الدول المجاورة للعراق. فاللي جوي عن طريق إيران توجهوا إلى باكوبا يسمونه بعقوبة، وناس اتجهت إلى نهر مار يسمونه نهر عمر في أطراف البصرة. حياة القرية هو بدأ هنا في 1923، جوي ناس هنا تقريبا أقدر أقول كلهم، كل الأرمن اللي كانوا ببصرة قادهم ليفون باشا وجابهم لهنا وسكنوا هنا 1923. واصلت جولتي في دروب القرية التي تبدو مفعمة بالآمال بغد أحلى في التماعة عين الطفل الهوريسكي هذا الذي لم يقدر له أن يعيش في البيوت القديمة الطينية. حسب ما سمعنا من أبهاتنا وأجدادنا فيقولون بدأوا يبنون بيوت لبن يعني طين، بيت بيتين ثلاثة أربعة وشوية شوية وزادت، فصار بالأخير صار حوالي بين 500 و600 بيت. ليندا، ما زلت أواصل جولتي في قرية هورسك وفي جعبتي تساؤلات كثيرة عن المراحل التي تحولت فيها القرية خلال هذين العامين الأخيرين. عزيزتي، يعيش الناس في هورسك على الزراعة كونهم أصلا مزارعون من بحيرة فان، حيث تعودوا على حرث الأرض وزراعتها وتربية الحيوانات، حيث قدمت لهم الجمعية الخيرية للأرمن المقيمين في الخارج في العام 1927 قطيعا من الأغنام ومطحنة كهربائية تعمل بمولدة، إذ لم يكن بعد كهرباء في البلد. بداية زرعوا الحنطة والشعير، بالتسمية الأرمينية احنا نسميها فوسب يعني، ويب كاري يب تسورين. فبداية هاي الأشياء اللي قاموا يزرعونها بالأراضي، فالناس قاموا يعني يربون الأغنام المواشي، الناس اتجهت إلى مناحل، يعني مناحل كان عندهم، فهاي الأمور ساعدتهم يعني معيشتهم. زراعة طبعا ذاك الوقت كلها يدوية، حراسة
أكو محرس يسموه يسحبها تكرمين ثيران اثنين فيحرسون القاع يدوس على المحرس برجله والثيران يسحبون يحرس يعني مشقة كانت ذاك الوقت. الجرجر يحرثون الأرض الزراعية والكاريشت ومنكاخ كانوا يحسدون بالأراضي الزراعية الحنطة والشعير. أبويا وتخصص خاص للنحل ومعروف وكان عندنا قيعان ما أقدر أوصف لك كم دونم يعني هواية كان عندنا وكان عندنا رعية الأغنام حوالي 150 رأس غنم وعندنا دجاج كان وقته أرانب كان يعني وقته كان يجون دراسة يعني يزرعوا يعني يجون الفلح يشتغلون أبويا شغلاتهم هناك احنا قليل نشتري من برا بس الشكر والشاي كنا نشتري الحصاد يدوي بالمنجل وقت الحصاد يسوون مثل ما يقول عمل شعبي مثلا أني عندي اليوم حصاد مالي حاضر حتى يحصدون يجون جوارين 5-6-10 يحصدوه ويجيبوه ثاني يوم على غير عائلة هالشكل يعني تعاون بيناتنا كلش مضبوط. يعود تاريخ هذه المدرسة القديمة إلى العام 1930 وهذه صور نادرة لها بان بنائها الأول وتحتوي على 10 صفوف وكنيسة ومكتبة وهي تبدو الآن آيلة للسقوط حيث تركها أهلها لأكثر من 35 عاما فأصبحت مرتعا لرعاة الأغنام حول المنطقة. عزيزتي يحافظ أهل هوريسك على عاداتهم وتقاليدهم ويورد السيد بغداثار في حديث له في مجلة الفكر المسيحي ويقول إن هؤلاء المزارعين الذين هاجروا من مناطقهم الأصلية حملوا معهم إيمانهم القوي واحتفظوا بالطقوس والعادات والتقاليد التي توارثوها. عاداتهم تقاليدهم كانت يعني مناسبات دينية كانوا يتجهون إلى كنيسة كنيسة كان عندنا كنيسة كريكور مسمات كنيسة كريكور كانوا يروحون قداس موجود كان عندنا قز أوهانيس دير أوهانيسيان كان موجود ذاك الحين تقاليدهم كانت أفراح مناسبات أعياد ناس تبارك الناس يعني وفرحة بينا وحياتنا كلش حلوة كانت طبيعي عايشين يعني حياة طبيعي عايشين بس بالنسبة للعرايس قبل 7 ليالي دق ورقص غنى يعني كنا فرحانين يعني يوم حنة يوم عرس يوم قوزي عزيمة كنا فرحانين يعني العائلة كلها تفرح وأهل القرية كلها بحساب معزومين ماكو واحد ما يجي كلهم يلتمون يجون. قضية مثلا زواج نقول طبعا ينخطبون بنية ولد بعدين يصير الزفاف والعرس يجيبون زرنا ودخول 7 أيام يعني العرس كانت بتطول الأعراس عندنا يمكن 7 أيام ولياليها يعني ذبايح ما ذبايح والعالم كلش فرحانة كانت بالقرية. واصلت جولتي في أنحاء قرية هوريسك وبدأت الإجابات على تساؤلاتي تأتي تباعا وأحسست أن بحثي عن هوريسك بدأ يحقق أهدافه. لم يبقى من آثار قرية هوريسك شيء يذكر سوى المدرسة ونبع الماء كاريس
ومكان مقدس يسمى الزيارات. وهذه الصورة الفوتوغرافية النادرة حصلنا عليها من المصور الأرمني المعروف آرا. القرية القديمة هاي آثار هاي المدرسة، وهذا كهريس قبل فترة فلشوه، يعني كهريس كان مبني بسمنت، يعني بيت كامل شفتوه بالصورة، وأحواض اثنين ثلاثة يجي من هالحوض لهالحوض ويروح للوادي، جرموك وزيارات. هاي زيارات كل سنة بالأعياد العوائل ينجمعون مشي، سيارات ماكو ذاك الوقت، مشي يروحون لهناك يقعدون عوائل يوزون أكلهم وشربهم شاي وكذا، وهذه يقعدون إلى المغرب ويجون. الجرموك هي يعني بالعربي ماي أبيض يعني نعتبر، ومكان مقدسة الناس مرضى يزورون هناك يطيبون، هو يعني علاج رباني بعد، مكان هناك مقدسة. والزيارات نفس الشيء، الماي تجري والماي ناس نسبح به ونجيب هاي التراب شوي نفرك برجلينا والجرح يطيب، المرضى يتعالجون به. احنا من كنا صغار عمرنا 7-8 سنين كان عندنا رعية الأغنام، فديوم بعد من اجفات الحية ضرب الحية وكسر ظهره، وين طب طب المي، هو ظهره مكسور بس من طب المي طلع ذيك الصفحة عدل، الكردي تخبل نفس الوقت سوى ذبيحة هناك، فالعالم راحوا سوى مكان مقدس وما زال احنا دنزور، وهو علاجنا هو طب يعني طب رباني يعني. توجهنا بالسيارة إلى موقع زيارات الذي يبعد حوالي 2 كيلومترين عن القرية. توجهنا فور وصولنا لنتجول في هذا الموقع الذي تكثر القصص حول قدسيته، ليس عند أهل هوريسك فقط بل عند أهل القرى المجاورة أيضا. يتضمن المكان عين ماء وموقعا آخر خاصا بالأمنيات، أتيحت لي الفرصة لتجربة حظي فيه. يحتفل أهل هوريسك في 24 من نيسان من كل عام بذكرى يوم الشهيد الأرمني، التي يستذكرون فيه اليوم الذي تم فيه إعدام علمائهم وكبار الناس من أبناء جلدتهم في أقصى حملة إبادة بشرية عرفها التاريخ. وعندنا أيام في السنة أبريل كسانشورس، يعني 24 أبريل هذا معروف لدى الأرمن، وهذا اليوم تاريخي، يعني في هذا اليوم ذبحوا العلماء الأرمن 200 شخص في يوم واحد، عباقرة الأرمن ذبحوا في هذا اليوم.
فسميت بالمذبحة الأرمنية في يوم الشهيد الأرمني يوم 24 أبريل. ليندا، تعرض الناس في القرى الواقعة ضمن الموقع الجغرافي القريب إلى الحدود التركية في زاخو ودهوك إلى حملة تهجير كبرى في منتصف السبعينات بحجة وقوعها على الشريط الحدودي. أول هجرة الأرمن من الضرر ومن تركيا حرب 1914، الأرمن هاجروا، قسم جو هاوريس، قسم جو راحوا لبصرة، من بصرة إلى غير مكان راحوا، تهاجروا الموصل، بغداد قسم منهم يجوا، قسم منهم راحوا ربيعة، خان السور هناك راحوا، يعني اتطشرنا. اللي راح لأرمينيا، الاتحاد السوفيتي، اللي راح لإيران، اللي راح لسوريا ومصر والعراق، أردن، كل المناطق العربية. وإحنا نشكر دول عربية اللي حضنتنا يعني. وبعدين يجوا المجموعة هاي يجوا لقرية هابريسك. الهجرة صارت من قرية هابريس سنة 1975، 11/11/1975 قامت الحكومة العراقية ذاك الحين في طرد الأرمن من قرية هابريس إلى مكان يسمونها شكفتك قريبة عن زاخوم. أنا من الناس اللي كان عمري 11 سنة بذاك الوقت، فأجوا قالوا لنا بانيكم قرى بيوت سكنية حتى تسكنون بها، لأنكم أنتم تساعدون الأكراد والثورة الكردية فلازم تطلعون منا. هجوا لنا، أجوا أخذوا الأراضي الزراعية مالتنا وهذا كل شيء بالبلدوزرات والحفارات، يعني عدلوها وخلونا كل واحد زيل عسكري وغراضة اللي يقدر يشيل يشيل. ودونا ذبونا بصحراء يم زاخو، يعني أراضي قاحلة هناك. قلنا لهم يا أبا وين البيت اللي وعدتونا بلي؟ قالونا يا بيوت أنتوا تساعدون الأكراد، هذا مصيركم. عزيزتي، واصلت جولتي في قرية هاوريسك التي تبدو بيوتها الجديدة بأبهى حلة تتوفر فيها خدمات الماء والكهرباء وشبكة من الطرق المرتبة بعناية. الحمد لله والشكر قدرنا نرجع إلى قريتنا، يعني اشتغلنا بها خلال سنة وسنة وشوية. بتاريخ 11/4 جيت أنا وشانت نهابتيان، جينا هنا صورنا القرية، فصورنا القرية ورحنا إلى بغداد. رحنا إلى بغداد من أهالي القرية، صحناهم يعني إلى نادي الرياضي الأرمني. قلنا أي إنسان يريد يعني يرجع إلى قرية هابريس، نبدأ نشوف استاذ سركيس أغاجان ده يبني لهم بيوت، ده يبني لهم بيوت، يعني إحنا ليش القرية مالتنا ما يبنوها؟ فالناس أجوا اللي قدروا قالوا سجلوا أسامينا، إحنا نريد نروح القرية. ذاك الحين صارت اشتغلنا من هناك. جيت أنا يوم 17/9/2006، قدرت أحاول خمس عوائل نفرات، يعني احنا نسميهم من كل عائلة نفر واحد يجانا، جيت جبتهم القرية. احنا جينا بشهر 17/9 جينا، ظلينا وشهر 11 خلوا أخويا راجع السركيس أغاجان الأستاذ راجع وسوينا معاملات، جينا ورحنا. يعني قلنا يا ناس يا عالم احنا نريد نرجع لقيعنا وحلالنا، والناس التموا جوي. اخويا بدت بالمعاملات روحه وجايه تقريبا سنه عاف بيته وجهاله، سنه كامل شانت سورين بس يركض على المدير الهوريسك. فالحمد لله شهر 11 بنينا تاسيس الهوريسك، اسسنا الهوريسك، ذبيحه سوينا، هلهلنا وفرحنا وبكينا، رجعنا على بلدنا الموطن. احنا نقول تعذبوا أول ما أجوا، تعذبوا هواية، بس بعدين من بنوا 20 بيت أجوا 20 عائلة قعدوا فيها، ووراهم من بنت هاي البقية واحد واحد قاموا يجون. ليندا، يحمل أهل هاوريسك في قلوبهم
امتنانا وعرفانا كبيرين للأستاذ سركيس آغاجان الذي قاد حملة البناء الكبرى التي أعادت لهوريسك رونقها ونبض حياتها من جديد، وأدخل الفرحة إلى قلوب أهلها صغارا وكبارا. أستاذ سركيس آغاجان أمر ببناء 115 بيت في هابريز، واللي خلصت يعني حاليا البناء المدرسة عندنا القاعة حاليا مستمرين بها، والشوارع بدأت التبليط، وعندنا الآبار السمانبير ماء يوصل للقرية، مشكورين عليها طبعا، كلش مشكورين، وجابونا مولدة كهربائية لتغذي القرية. يعني فتشي في الأحلام ماكو هذا الشيء، فحمد الله والشكر. أنا عندي الحلم تحقق عندي هذا الشيء. طبعا أشكره شكر الجزيل للأستاذ سركيس آغاجان على هالجهود. أنا دائما أقول هذا الشخص ملاك جانا للمسيحيين في العراق، والله يوفقه إن شاء الله يا ربي. وإحنا نشكر سركيس آغاجان وكل الخيرين، كل الخيرين اللي سندونا وكل الخيرين اللي وقفونا. إحنا نشكر سيد سركيس آغاجان بجهوده بتعاونه، مو بس ويا الأرمن ويا كل الشعوب. عزيزتي، توجهت إلى المدرسة الجديدة التي شملتها حملة البناء في القرية، وأطلعني الأخ شانت على جاهزية المدرسة لاستقبال التلاميذ، حيث تحتوي المدرسة على صفوف مؤثثة بأجود أنواع الآثاث. أدخل السرور إلى قلبي وأنا أشاهد الغد الجميل الذي ينتظر أطفال القرية. عزيزتي، هوريسك الممتلئة بالإيمان والصبر عامرة بالأمنيات الجميلة التي أنتجها الصبر الطويل والتحمل الأطول الذي أثمر أخيرا. أريد القرية هوريس دائما الاستقرار والأمان والسلام، الكل شخص يريد السلام والأمان، فإحنا جينا على هذا الأساس إلى هذا البلد، شفنا السلام بها والحمد لله والشكر إلى هذا اللحظة السلام وأمان موجود. الهوريسك أتمنى المحبة والتفاهم والاحترام بعضهم البعض. وبالنسبة لبغداد العراق، عراقنا الحبيبة، مهما كان احنا ما ننسى، ولو احنا بظروف قاسية، نطلب من رب العالمين بردا وسلاما لإخوانا الشعب العراق. أتمنى العراق يتوحد شعب واحد، ولو احنا عدة طوائف من آسوريين والأرمن والكلدان والسريان وأكراد والعرب، فأنا أتمنى الكل يتوحد يصير عراق واحد. عزيزتي ليندا، يتعلم الباحث في شؤون الأرمن الكثير من الدروس عن قوة الإيمان والصبر على الملمات. صديقتك نضال منصور.